سمعتك هي رأس مالك. في الصين سنة 265 بعد الميلاد كان في ثلاث ملوك بيتقاتلوا على الملك، وكان منهم واحد اسمه تشوكو ليانج. تشوكو ليانج كان أضعفهم ولكن كان ذكي جدا، خلى الناس كلها تسمع إنه تشوكو ليانج ماكر وعنده من الدهاء وعنده من الذكاء ما ليس عند غيره. وفي يوم من الأيام أحد الملوك الآخرين أراد أن يدخل المدينة عند تشوكو ليانج، فأمر الجنود أن يفتحوا الأبواب وأن الغناء ينشر في المدينة وأن يرفع تشوكو ليانج في أعلى القمة، وحواليه كمان القنايات يعني المغنيات يضربن بالعود. فلما أتى قائد الجيوش ليحتل مدينة تشوكو ليانج ونظر إذ به في أعلى قمة والنساء من حوله ترقص، فعلم أن هذا مكر وخديعة منه لكي ينال من جيشه، فرجع ولم يقاتل. فكان سمعة تشوكو ليانج سبب في نجاة الجيش وعدم الدخول في الحرب. السمعة هي رأس مالك، حافظ على ملكه بسمعته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عبد الله بن أبي بن سلول تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرضه، قال سيدنا عمر بن الخطاب: دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال: لا، حتى لا يقول العرب أن محمدا يقتل أصحابه. يبقى إذن كان مهم جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أن تظل سمعته بين الناس لا يمسها شيء. يقول راون بفيت: يستلزم الأمر 20 عام لبناء سمعة طيبة وخمس دقائق لهدم هذه السمعة. فإذا تفكر الإنسان في ذلك لن يفعل أبدا شيئا سيئا. فحافظ على سمعتك، لا يكن همك كله الناس، فالناس لم يرضوا عن الله فكيف يرضوا عنك؟ تكلمت فقالوا كثير الكلام، سكت فقالوا ضعيف جبان. فمهما فعلت الناس لن يرضوا عنك، ولكن احرص على أن تكون سمعتك طيبة قدر المستطاع، فسمعتك هي رأس مالك.